عاد الشتاء بأمطاره وحضرت المعاناة التي لم تفارق النازحين صيفا أو شتاء. غرقت الخيام مجددا بمياه الأمطار، امتزجت بمياه الصرف الصحي، وداهمت خيام مئات آلاف النازحين في مواصي خان يونس، لتبدأ فصلا جديدا من فصول المأساة مع اكتمال الفصول الأربعة. والله إحنا كنا يعني قاعدين ونايمين، ما درينا إلا الشتاء علينا، ومش بس الشتاء علينا، كمان المجاري تاعت الناس طفحت علينا. يعني بس إحنا راضين في قضاء الله، بس كمان المجاري تنزل علينا، والله هذا يعني لا يطاق. اهترأت الخيام بأشعة الشمس وقبلها بأمطار الشتاء. عادت الأخيرة من جديد لتضع الخيام المتهالكة أمام اختبار يصعب النجاح به، والضحية واحد لا غير، المواطن الغزي. يا عمي احنا ايش، احنا بمجرب الشتاء قاعدين في المجارة على عزك وفي القرف والوسع، ما شفنا لا المية اللي بتخش عليها في الخيام طلع كيف، قلنا جربنا الخيام خود تصور، هذا الخيمة، هذه خيمة نسكن فيها أولادنا، احنا في مجرى الشتاء يا عم تبادلنا، وبدنا نروح وبدنا نيجي، تقول لي حالي يا عمي بزبطش الكلام هذا، بهدلنا. هطلت الأمطار على الغزيين مجددا، وبين غيابها وحضورها لم تغب الصواريخ الإسرائيلية التي تسقط كل يوم على قطاع غزة. تحميش تحميش، خود 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 ها خود